بالتزامن مع العمليات العسكرية، التحالف يفتح ممرات آمنة للمدنيين ومرور القوافل الإغاثية في الحديدة. فتح الممرات جاء بالاتفاق مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن سكان المدينة. محافظة الحديدة تشهد عملية نزوح واسعة هاربا من ميليشيا الحوثي التي تستهدف الأهالي بالقصف العشوائي وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في المزارع والطرقات. ومنذ سيطرة الميليشيات على الحديدة قامت بتهجير الآلاف من السكان، ويعيش معظم النازحين والمهجرين قسرا من الحديدة في مخيمات أنشأها مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي. وتوفر دول التحالف للآلاف من سكان الحديدة احتياجاتهم اليومية في المخيمات التي يقيمون فيها بانتظار تحرير محافظتهم من قبضة الميليشيات الانقلابية.